المساعدين ويبدأ بصفارته. بداية التسعين دقيقة اللي نتمناها أن تكون ممتعة مثيرة ما بين الفريقين. مصطفى معوض قلب الدفاع من تمريرة يا ولد يا لعيب، عدى وفات، عدى من الأول ومن الثاني، التحضير والتمرير على الجهة اليمنى. لو لعب العرضية، عرضية فين الرأسية؟ عدت فاتت أقرب لحارس المرمى بالبوكس، يطلع كرته، كان ممكن يمسك لكن علاء البدري ماشي، عدى وفات وخد الكرة عمرو بركات لعبد الله وحيد. عبد الله، عبد الله عدى، سدد يا ولد يا لعيب، حاول كده ان يباغت الكل ولكن محمود السيد. رايحين ل 30 دقيقة، نصف ساعة، هل تكفي لمشاهدة أول أهداف اللقاء؟ ممكن يرد علي عبد الله، عبد الله يسدد، القائم الأيمن لحارس المرمى يتعاطف في كورة عبد الله يا ولد على التمريرة، وعبد الله وحيد ما يهموش ما بين ثلاث أربع لاعبين، يفكر على طول في التصويب وتفكر في التمرير زي ما بدأ اللقاء. يغلط يغلط سايكو، سايكو كوناتي مع كورة، يغلط على طول أحمد سعيد أوكا يا ولد يا لعيب، يمرر لتحت، تصويبة، أول أهداف اللقاء، جول جول يا ولد يا لعيب، الله يا سلام محمود السيد، أقدامك فيها أحلى الكلام، علامة النصر وعلامة العزة يا ولد يا لعيب، سلام الأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما. لاعب القناة يهدف أول أهداف اللقاء، أي روعة يا ولد، غلط الدفاع سايكو كوناتيه، أحمد سعيد أوكا حاول أن يعدي، سايكو ياخد الكرة، عدى وفات ما بين الاثنين، يغلط مرة تانية أحمد سعيد أوكا، لكن على طول محمود السيد يا ولد يا لعيب. محمود السيد مين؟ أكرم عبد ربه، أكرم عبد ربه يسجل ويهدف أول أهداف اللقاء مشاهدينا. أكرم يا ولد يا لعيب، لاعب جمهورية شبين السابق، صاحب 28 عام، يسجل أول أهداف في اللقاء وأول أهداف في القناة. ركلة حرة من الجهة اليمنى، سايكو كوناتي يلعب على طول، سايكو في المرمى، حارس المرمى بالبوكس يطلع كورته يا ولد لعيب، ترجع مرة تانية بالتكادي، يقف ويستنى ويمرر لعمرو بركات على الأطراف في تاكل موجود، تروح لمحمود السيد، تصويبة تسديدة يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، خطف الكرة من على قوس منطقة الجزاء بعد التكل الخاطئ، وتصويبة تسديدة يتألق فيها محمد على حارس المرمى، سدد، صوب الكرة، مؤمن عاطف الظهير الأيسر لفريق مكادي اللي موجود، عمرو بركات بتمريرة، تمريرة وحصار للقناة على منطقة الجزاء. عبد الواحد عبد العزيز يلعب الكروس العرضي، حارس المرمى يشيل حارس المرمى، ومصطفى في لقطة العرضية من عبد الواحد عبد العزيز اللي لعب عمرو بركات بتمريرة المؤمن عاطف، أمامية طولية في طريقها المحمود السيد، لكن تروح لمعوض اللي ينضف ويطلع، مطالبة بركلة جزاء معوض الدفاع. تابع الكرة مرة تانية، مصطفى ورأفت، شوف الاثنين والقرب ما بين بعض، وكان بيحاول يحمي نفسه، فاش أي تعمد أبدا. الكرة حارس المرمى ترجع مرة ثانية للقناة، حاول يعد ويفوت، رضا، رضا محمد حسين، رضا حسين لعب سيراميكا كليوباترا السابق، مرة ثانية التمرير والتحضير، محمود السيد يلعب على الأطراف لفضل أباظة، مرة ثانية لعمرو بركات يا ولد، الأول لمكادي، أوه هدف التعديل، الله يا ولد يا لعيب، مكادي يؤمن مرمى القناة بهدف التعديل وهدف العودة، عمرو بركات يا ولد يا لعيب من أجل العودة. شوف من البداية من الجهة اليسرى تغيير ملعب بامتياز، واستلام على الصدر أكثر امتياز، وتصويبة تسديدة بالقدم اليسرى يا ولد يا لعيب في سقف المرمى، وعلى يسار حارس المرمى محمد علاء يعاني دفاع القناة. معوض هيشيل على طول وينظف ويطلع لقدام، مصطفى معوض بالفعل صافرة حكم اللقاء كابتن أحمد عبد السميع، يعلن نهاية شوط اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي، هدف لكل فريق نسجل في الدقيقة 31 أرضية الملعب. ونزل حسام الريالي علشان يلعب هو على الجهة اليسرى في المناطق الأمامية عليها كتير، وكرة ممكن تشكل خطورة لمكادي، رمي التماس داخل منطقة الجزاء، حارس المرمى
في مكانه، تصويبة تسديدة في احضان حارس المرمى في ظل المتواجم، ولكن حكم اللقاء كان قريب. مرة تانية احمد سعيدوكا في محاولة من البدري انه يضغط عليه، وقع على ارض الملعب، تروح لمكادي على الجهة اليمنى بدون محمد علاء. سامعين معايا بيقول له اضغط، حارس المرمى يغلط. مرة تانية تصويبة ولكن اقرب لركلة مرمى، يقدر مكادي يعمل من الاخطاء الدفاعية، ورمية التماس اللي على طريقة الركنية تنفذت داخل منطقة الجزاء، خبطت الكرة كتير ونزلت على أرض الملعب. حسين الحسيني ترجع ليها كرة أمامية لأكرم عبد ربه لسايكو كوناتيو، لكن حارس المرمى يا ولد يا لعيب يخرج خوف على المسافة القانونية، يلعب على القائم الأول، لكن حارس المرمى بالبوكس يطلع كرته يا ولد يا لعيب، يقف ويستنى مين جاي ومين مقابل، لكن بوش بوش القدم الخارجي الكاونتر أتاك، 2-2، انطلاقة التاني، الله حسام أيمن يا ولد يا لعيب، الريالي هدف من ريالة وأي مرتدة، الله مكادي المرتدة النموذجية المرتدة السريعة يا ولد يا لعيب، خطف الدفاع أكل الكل، قال له لو سمحت هجري، قال له اتفضل عدي وفوت، أحمد سعيدوكا قلب الدفاع يعمل كاونتر أتاك نموذجي يا ولد يا لعيب، على التمريرة للبديل حسام أيمن اللي يقول له بص بجوار سايكو، ياخد الكرة لسايكو مرة تانية، سايكو كوناتي يلعب العرضية على القائم الثاني، حارس المرمى بالبوكس يا ولد لعيب يطلع، تروح مرة تانية للاعب البديل محمد رضا، خد الكرة وعدى عدى عدى من الجهة اليسرى، يلعب العرضية سايكو خبطت في زميله وترجع مرة تانية وايضا محمد تامر شرقية هدى على كورته، ما كانش فيه اي ضغط عليه، تتلعب مرة تانية من سايكو كوناتين محمد يسري، ثنائي اللي مقدم دعم هجومي رائع، ولكن مرة تانية رأسية تصويبة، لكن تعلو القائمين والعرضة في حل اخر من حلول القناة. من اهداف اللقاء اكرم مع كورة يحاول يعدي يا ولد يلعب لمحمد رضا، عدى وفات وتصويبة تسديدة، لكن كورة اعلى من الكل تروح في المدرجات وركلة مرمى، تمرير وتحضير من مكادي بتغيير ملعب على حدود منطقة الجزاء، الرأسية فينو رأسية تباغت والله الكل، الكرة لاعبي القناة يقف على الكرة، أكرم عبد ربه تمريرة لمحمد رضا، يمرر فين، يلعب على الأطراف وعلى الجهة اليمنى، شرية تمريرة بتصويبة، لكن حارس المرمى يا ولد يا لعيب يتصدى ويطلع الكرة، خروج نموذجي على طرف من أطراف الملعب علشان يشتت شهير بحرشة اللي سدد الكرة، سحر والجمال مدينة الغردقة هنا بمحافظة البحر الأحمر ومن ملعب خالد بشارة، 2-1 النتيجة، هدف التعديل لكن الدفاع رائع على الأطراف، محمود البدري يلعب العرضية، الدفاع بامتياز ينظف ويطلع لقدام، الراسية الشرقية يقف على كورته ويستنى فريق القناة، لو مستعجلش هيهدف وهيسجل تصويبة تسديدة، لكن تروح لركلة مرمى ما عدت، فاتت من الوقت المحتسب بدل من ضائع، مليون مليون مبروك مكادي بالفعل صافرت. حكم اللقاء كابتن أحمد عبد السميع اللي يعلن نهاية اللقاء بانتصار وتفوق لفريق مكادي على حساب فريق القناة، سجل في البداية أكرم